السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأبناء من الألف إلى الياء. أحب أكد الأول، أي حد قبل ما نتكلم في موضوع حلقة النهاردة، أي حد عنده أي سؤال يدخل على فيديو الإجابة آخر فيديو إجابة في القناة متاح تحتيه التعليقات، ويكتب سؤال في تعليق وبيتم الرد عليه إن شاء الله في خلال يوم أو يومين بالكتير إن شاء الله. بس أنا آسف طبعا، الفيديو اللي فات الإجابة ليه النهاردة رابع يوم، إن شاء الله بعد تسجيل الفيديو ده هيتم الرد على الإجابة مباشرة على الإجابات بتاعتكم إن شاء الله بالكامل. النهاردة موضوع حلقتنا موضوع مهم جدا، طبعا إحنا بنشوفه بنحاكو الواقع، بنحاكو اللي إحنا عايشينه، يعني لازم نعيش معاكم الواقع العملي بتاعنا. اليومين دول في غلاء شديد جدا 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 في الأعلاف، وغلاء شديد جدا جدا في الخروف الأنية اللي هو الخروف التسمين اللي هو أوزان العشرينات. فالنهاردة حبيت أحط لك قاعدة عامة للتسمين من خلال معيشتي للواقع بالنسبة في أرض مصر، وقيس عليها بقية البلدان العربية، جميع بلدان العالم، قيس عليها جميع بلدان العالم. بس أنا بحكي لك الواقع اللي حاصل حاليا في مصر. في قاعدتين مهمين قبل ما تفكر في مشروع التسمين، قبل ما تفكر في مشروع تسمين الأغنام لازم تاخد القاعدتين دول حلقة في ودنك. القاعدة الأولى تشوف سعر عشان تعرف الخروف التسمين اللي انت تدخله، الخروف اللي انت تدخله أوزان العشرينات اللي انت تدخله. طبعا انا بتكلم على أنظف حاجة، لان انت عارفين في أغنام في درجات ياما، انا بتكلم على الخروف النظيف الشبعان لبن المتأسس المظبوط 100% صحته تمام، بتكلم على أنظف خروف بغض النظر عن النوعية، بتكلم على أنظف خروف يعني من ناحية التغذية متأسس وشبعان لبن. عشان تعرف الخروف بتاعك غالي ولا رخيص، سعره غالي ولا رخيص، والعلف بتاعك غالي ولا رخيص، أنا حطيت قاعدتين عمليتين من خلال الواقع العملي. القاعدة الأولى سعر الشراء الخروف العشرين كيلو، تروح تشوف سعر كيلو اللحم لنفس الفصيلة يعني للبلاد اللي بتبيع فيها بالكيلو، هنذكر البلاد اللي بتبيع فيها بالكيلو والبلاد اللي بتبيع فيها بالبيع والشراء كده. بالنسبة للمناطق اللي بتبيع فيها بالكيلو تشوف سعر الكيلو من نفس الفصيلة بكام. هنضرب لك مثل واقعي، البرقي حاليا في الوقت الحالي بيتباع بستين جنيه جملة، بستين جنيه البرقي اللحم اللي هي الأوزان خمسينات بيتباع بستين جنيه جملة. الخروف الصغير البرقي المفروض يبقى بكامل هو وزن 20 كيلو، وزن 20 كيلو القاعدة بتاعته لا يزيد عن 1500 جنيه. البرقي النمرة واحدة خروف ال 20 كيلو لا يزيد سعره عن 1500 جنيه، ده المفروض، ده المفروض. وهنقول لك الواقع اللي حاصل دلوقتي ايه المفروض، يعني بمعنى ايه، بمعنى شوف سعر كيلو اللحم ماشي كام، زوده من 10 الى 15 جنيه كحد اقصى، من 10 الى 15 جنيه كحد اقصى. 10 جنيه فرق بس يبقى كده رخيص، ده تمام. 15 جنيه ده الماكسيمم، يعني الخروف ب 60 يبقى الانيه في حدود كحد اقصى 75 جنيه للكيلو، يبقى 75 في 20 يديك 1500 جنيه، ده كده يعتبر اغلى سعر تدخل بيه. طب اغلى من كده يبقى انت رايح من حساب المكسب. الوضع الحالي ماشي كام بالنسبة للأوزان، بالنسبة للغنم الصغيرة؟ الغنم الصغيرة العشرينات النهاردة في قلب السوق والله من 1700 ل 1750 جنيه، من الخروف البرقي النظيف من 1000 ل 20 كيلو من 1700 ل 1750 جنيه، والناس بتتعارك عليه مش عارف على ايه. اسمع معايا الفيديو للآخر، أي حد بيفكر في مشروع التسمين اسمع الفيديو ده للآخر عشان أديك الخلاصة، تشتغل في مشروع التسمين ولا ما تشتغلش بالقواعد دي. قلنا الخروف يبقى المفروض سعره ما يزيدش عن سعر الكيلو من 10 ل 15 جنيه في اللحم، يعني البرقي اللحم ب 60 يبقى الصغير العشرينات اللي هو ال 20 في حدود 70 75 جنيه الكيلو. طيب الناس اللي بتبيع بيع وشراء، اللي بتشتري بيع وشراء بدون ميزان، مفيش فيها ميزان عندهم في المناطق اللي مفيش فيها ميزان، ما بيحطوش على ميزان الغنم، تبص على خروف اللحم، خروف اللحم رخيص، والخروف الأنية اللي هو بتلف مصر الخروف الأنية اللي هو الخروف اللي هيدخل تسمين اللي هو الأوزان العشرينات المفاطيم، يعني الأنية اللي هي الغنم المفطومة المفاطيم اللي هو عمر 3 شهور تقريبا.
طيب يبقى تشوف سعر الغنم اللحم، سعرها العام رخيص والمفاطيم سعرها غالي جدا، يبقى ما تدخلش. يبقى كده المشروع اعرف ان السعر الغنم اللي انت مدخلته ده هيسحب من المكسب في اخر الدورة. النقطة الثانية كده اتكلمنا في سعر المفاطيم، النقطة الثانية سعر العلف. سعر العلف القاعدة الثانية عشان تعمل مشروع تسمين المفروض ناجح مع ثبات الاسعار، مع استقرار الاسعار. النقطة الاولى قلنا سعر المفاطيم وحددناها القاعدة بتاعتها ما يزيدش عن 10-15 جنيه في الكيلو. والنقطة الثانية سعر العلف، المفروض سعر العلف تكون علف لا يقل 16-17% بروتين، ما يزيدش سعره في مصر عن 4.5 جنيه، ما يزيدش عن 4.5 جنيه. يبقى انا لو عملت علفة حاليا الذرة ب5.25 جنيه، الذرة حاليا في الوقت الحالي ب5.25 جنيه، اللي هي كانت ب3.25 جنيه، زادت 2000 جنيه في الطن، زادت 2 جنيه في الكيلو، زيادة طبعا ما حصلتش قبل كده خالص. اصبح ان كل الناس بتتصل عليا نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه. انا نزلت فيديو على المخلفات وهحاول اوريك مخلفات من داخل مخزن اعلاف، نصور ان شاء الله ونوريك ازاي انا بشتري المخلفات. انا الحمد لله العلف عمري ما عملته اكتر من 4.5 جنيه نهائي، مهما غلت الاسعار، مهما غلت الاسعار ينزل 4.5، ترخص ممكن بعمله ب4-4.25 واعمل علفه ممتازه. لكن بندور ياما على المخلفات وبتديني معدلات تحويل الحمد لله ممتازه. المهم عشان ما اطلعش بره موضوع الفيديو، النقطه الثانيه قلنا سعر العلف، القاعده ما تعمل انك تعمل علف لا يقل عن 16-17% بروتين، ما يزيدش سعره عن 4.5 جنيه. طب لو عملته اكتر من كده لا، يبقى انت هيسحب من المكسب. وهضرب لك مثال عملي في الوقت الحالي بتاعنا على 10 خرفان عشان اوريك النتيجه بتروح فين. قلنا طبعا ان العلف من 16-17% بروتين ما يزيدش عن 4.5 جنيه. النهارده لو عملت علفه حوالي 17-18% بروتين، العلفه اللي احنا كنا بنتكلم عنها زمان ايام ما كانت الذره رخيصه، اللي هي 60% ذره و25% صويا و15% رده اللي هي النخاله، كانت العلفه دي كانت بتكلف 4.30 جنيه 4.40 جنيه في الحدود دي كده. حاليا النهارده لو تعمل العلفه دي هي 18% بروتين بتكلفك 6 جنيه. يعني في زياده قد ايه عن 4.5 جنيه؟ في زياده 1500 جنيه في الطن. هنضرب مثال سريع حسبته سريعه، 10 خرفان لدوره 100 يوم عشان التكلو اللي هو بيكلف بيسحبوا طن علف، 10 خرفان اوزان عشرينات بتدخلهم وبتطلعهم بعد 100 يوم. بعد 100 يوم المفروض يكون وزنهم متوسط 45 كيلو كمتوسط 45 كيلو. المهم الغنم لو انت بتدخلها، مدخل غنم 10 خرفان اوزان من عشرينات وهتطلعها بعد 100 يوم، بتستهلك قد ايه علف؟ بتستهلك طن علف. طيب لنفترض الغنم دلوقتي قلنا المفروض الخروف ال 20 كيلو تدخله ب 1000 الغنم دلوقتي ب 60 جنيه اللحم البريء، المفروض انت تدخله 20 كيلو ب 1500 جنيه. حاليا خليه، انا بقول لك والله هو فوق ال 1700 بس احنا نقول خليه ب 1700. يعني زياده قد ايه؟ زياده 200 جنيه. خليك انت جبت رخيص ب 1650. بقال 20 كيلو ب 1650. يبقى في زياده قد ايه؟ في يعني بقول لك خلينا السعر ده ما فيش في السوق والله، العشرينات البرق النظيف ما فيش 16.5 والله، ما فيش 1650، من فوق ال 1700، من 1700 واطلع. المهم هنقول 1700 1650 بس، خليك انت اشتريته رخيص. يبقى الخروف فيه 150 جنيه زياده، يعني ال 10 فيهم قد ايه؟ فيهم 1500 جنيه زياده. دي راحت كده من المكسب 1500 جنيه. يعني زيادة عن السعر الشراء الطبيعي. طيب نخش للعلف، العلف بيكلف المفروض كحد أقصى 4.5 جنيه، أنت عملته ب 6 جنيه العلف غالي اليومين دول، يبقى استهلكت طن علف، استهلكت طن علف ب 6000 جنيه وهو كان المفروض ما يزيدش عن 4.5، يعني في زيادة قد إيه؟ في 1500 جنيه زيادة عن السعر الطبيعي في سعر العلف. يبقى 1500 في سعر الغنم زيادة و 1500 زيادة في سعر العلف عن الطبيعي، يبقى كده 3000 جنيه. طب ال 10 خرفان هتكسب فيهم ايه في ال 100 يوم؟ متوسط مكسب الخروف خليه يعني كمتوسط، طبعا احنا قلنا الارباح مطاطيه زياده عن اللزوم يعني حسب اسعار السوق واسعار الشراء واسعار البيع، متوسط 100 جنيه.
متوسط مكسب الخروف 100 جنيه طبعا راجع على خبرتك في البيع وخبرتك في الشراء، كلها عوامل كتيره مرتبطه في المكسب، بس احنا بنقوله كمتوسط 100 جنيه في الخروف، 10 في ال 100 جنيه في الشهر، يعني 3 شهور تقريبا هيبقى مكسبك في الخروف 300 جنيه، 300 في 10 خرفان يديك 3000 جنيه، وانت دخلتهم بالزياده اصلا، دخلت غنمك زياده 1000 ونص وعلف 1000 ونص، يبقى كده طلعت بالمصري كده من المولد بلا حمص، يعني يا دوبك تلم راس مالك. لنفرض ان الدوره ناجحه معاك والامور تمام والمراعيه تمام ومعدلات التحويل ماشي تمام، اصبح ان انت كل حاجه طلعتها تمام وبعت بسعر السوق الطبيعي، ما نضحكش عليك وانت بتبيع، هتلاقي نفسك خسران مش لامم حاجه. دي نقطه حبيت اوضحها عشان الناس اللي عاوزه تدخل في مشروع التسمين اللي من دول. ايه الحل؟ الخروف ملوش حل، ده سعر سوق. الحل انك انت ما تدخلش دلوقتي، الا اذا طبعا المفروض ان الغنم دخلت غاليه، المفروض هتتباع غاليه، الخروف البري يوصل 70 جنيه، ولكن انت عارف عادي جدا يستوردوا بهايم من بره، الناس كلها تسيب الغنم زي ما حصل في العيد اللي قبل اللي فات، الناس كلها تسيب الغنم وتروح للبهايم للبقر والعجول، وبالتالي الغنم ترخص تنزل ل 40 جنيه زي ما نزلت في العيد اللي قبل اللي فات. نزل الخروف البري ل 40 جنيه بعد العيد، يعني الخروف 50 كيلو ب 2000 جنيه. فدي كانت صدمه كبيره، ناس كثيره خسرت بمئات الالوف. المهم دي من باب النصيحه، اي حد داخل على تسمين الاغنام في اليومين دول خلي بالك من النقطتين دول جامد. النقطه الاولانيه ما ينفعش، ما لهاش حل غير ان السعر السوق ينزل، وسعر السوق عرض وطلب، لا بايدي ولا بايدك. اما العلف فلا، العلف انك انت تبعد عن العلف التقليدي خالص. انا بعلف وعندي 5-6 خرفان كده فوق، كنت عاوز اعمل لك فيديو ليهم، شفت كسر الفول انا جايبه قلت ب 4 جنيه، انا جبته على فكره اقل من 4 جنيه، بس انا هو الراجل كان بيقول لي ب 4 جنيه وانا فصلت ما اخدته ب 4 الا ربع، بس ثالث يوم رحت اشتري منه قال لي ده انا غربلته ومش غربلته ب 5 جنيه ونص. المهم بس بتدور، جبت مخلفات تانية اللي هي حبه العدس على حبه شيره على حبه قمح ب 4 جنيه وربع، تعتبر كانها علفه كامله، ووريتها لكم في فيديو بدائل الاعلاف. المهم لازم تبحث وتدور على بدائل الاعلاف في كل مكان، في مخلفات ياما في كل مكان، بس صعب انك تجيبها لما تكون تروح تجيب بالشكاره بالاثنين. انا من حسن حظي تاجر الاعلاف ده الفضاء المخلفات قريب مني، فعادي بروح اجيب شكارتين ثلاثه شكاره، ما فيش اي مشكله، انما عشان اخد عربيه واروح مكان بعيد فيه مخلفات هي هنا المشكله، لازم تجيب كميه كبيره، ما ينفعش اخد عربيه من مكان بعيد عشان اروح في مكان تاني واجيب كميه صغيره. فلازم تبحث وتدور على بدائل الاعلاف ضروري في اليوم اللي عاوز يدخل اي غنم تسمين اليومين دول. فانا طبعا ما تنساش لو عجب الفيديو والاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.